كلها ساعات ونسمع قرار المحكمة الاتحادية حول دعوى الفتح والطعون حول نتائج الانتخابات. من الآن التشاؤم بات واضحاً على وجوه قوى الإطار المعترضين على النتائج، خاصة وأن التسريبات تقول أن القرار لن يحمل شيء جديد سوى رد الدعوة، في حين ممكن وبنسبة ضعيفة بحسب قوى الإطار أيضاً أن يتم إعادة عد 10% فقط من بعض المحطات، وهذا الشيء احتماله ضعيف، حيث دفع القوى الخاسرة نحو اللعب على أوراق أخرى منها التحرك حول ملف الانسحاب الأمريكي من العراق، واللي زعامات الإطار دخلوا في اجتماع موسع في منزل المالكي مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي حول هذا الملف وبحث خيارات ما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا. عموماً التحشيد أمام الخضراء بدأ من الآن، واحتمالية اقتحام المنطقة الحكومية المحصنة وارد في أي لحظة، رغم أن التحذير الرسمي الحكومي من قبل جهاز مكافحة الإرهاب واضح لأي قوى تحاول زعزعة الأمن في البلاد. المهم بالمقابل كل هذه الضغوط مسارها واحد، هو نحو التوافقية، واللي ما يزال السيد الصدر يرفض العودة إليها من جديد، حيث الإطار أمام 45 يوم فقط مهلة من السيد إذا ما أرادوا أن يشكلوا الحكومة، لأن بعد هذا الموعد سيتجه السيد نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وهنا كل من راح يعرف وزن الحقيقي والانتخابي، وزيارات جس النبض اللي إلى القوى الأخرى والمكونات الأخرى، واللي نشوف إيش سوت من تفاهمات وتقسيم الأدوار بين من يذهب كرديا وهذه كانت مهمة المالكي، ومن يتفاهم سنيا وهذه منوطة إلى السيد العبادي، ومن يحاول إعادة ترميم البيت الشيعي وهذه هي المهمة المستحيلة للسيد هادي العامري، واللي رفضت مساعيه بلقاء السيد الصدر بحسب التسريبات أيضا. ونرجع ونقول، هل المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارها على طعون الفتح فقط، أم أنها ستصادق على نتائج الانتخابات أيضا؟ ننتظر ونشوف، لأن ما بقى سوى ساعات فقط.